من أجل أحداث البداية وصافرة البداية. تحياتي بلال. كايسيدو مع الكرة. كايسيدو 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 هرب كايسيدو يا ولد يا كايسيدو، ويصفر المرة دي مع رابليني. فيها خطأ، ضربة حرة على ألفارو جونزاليز من نصيب. فيها خطورة الأبهى، وهنا سعد بجير. سعد بجير ونواف العقيدي رجعت على طول عند أمير الصعطوشي. أمير عطوشي يتقدم مبكرا لمصلحة أبهى. 1-0 1-0 من بدري. أمين عطوشي يسجل الهدف الأول لمصلحة نادي أبهرين أمامية. وهنا المحاولة. رونالدو 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 على الكرة. فيليب كايسيدو لاعب كويس أوي. فيليب كايسيدو يمر للكرة ولكن صعب، لكن هي تقطع وردت مرة تانية. محاولة من اليمين عبد الفتاح آدم آدم، ولكن التسديدة من أحضان نواف العقيدي. أندرسون تاليسكا تاليسكا يمر تاليسكا تافو في اليمين عند سلطان الغنام. الغنام يلف عرضية عالية ولكن أمين منه سعد السلولي. عبد الله الزوري يمر الكرة عند فيليب كايسيدو إلى سعد السلولي. يهرب له غريب لكن هو نقلة حلوة حلوة قوي في الجانب الأيسر. خيستر كونر كونر عرضية من وسط الملعب وبيتحرك. قوة بدنية هائلة لسعد السلولي. البينية حلوة لآدم اللي يسدد. ضغط ألفارو جونزاليز من جانب نادي النصر. راضي ومحاولة من جانب سعد السلولي. مع الكرة سعد سلولي يمر سعد سلولي في أقدامهم، لكن نشوف الكرة الخطيرة دي. الكرة دي خطيرة من الصليهم بينية، ولكن ترجع في وسط الملعب للصليهم. يلعب إلى لويس جوستافو إلى رونالدو لجوستافو إيفارو جونزاليز. نزلت عند سعد بجير. هنا الخطورة هنا الخطورة هنا الخطورة هنا الخطورة هنا الخطورة هنا عبد الفتاح آدم اللي بيسجل وبيرفض إنه يحتفل. دفاع النصر يكبد النصر ثمنا غاليا. هدف أول عن طريق عبد الفتاح آدم. 1-0 ثلاثة من لعيبة. رجعت في اليمين إلى سلطان الغنام على الأرض إلى رونالدو. رونالدو يسدد لكنها عالية وإلى الثاني. وصلت عند سلطان الغنام. فيها خطورة فيها خطورة فيها خطورة العرضية فيها خطورة والتسديدة من غريب. لمي زكريا سامي لعب الكرة عند كايسيدو. كايسيدو كايسيدو خطيرة خطيرة خطيرة. وهنا التدخل والإنذار على عبد الله الخيبري. متر تقريبا. وسعد بجير سعد بجير خبطت في الحيطه ولكنه ولعب البينيه الحلوه لسعد سلولي. سعد سلولي يلعب بينيه يا راو. رونالدو 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 يمر بعرض الملعب. رونالدو رونالدو اتلعبت نزلت في وسط الملعب عند سعد بجير. سعد بجير يمرر. هنا التدخل من اصليهم وخطا ضربه حره من نصيب سعد اسلولي وانذار على عبد المجيد. مرد يا سعد بجير يا ولد. نقل واحده في الجانب الايسر الى سعد اسلولي. اسلولي اسلولي هو اللي كان طلع الكوره وتمريره اماميه عند رونالدو. رونالدو وسعد ناطط. سعيد عايز يعدي مرارة حلوه عند رونالدو. هرب رونالدو عرضيه من رونالدو ومحاوله لكن امين عطوشي تافو جاله في وسط الملعب. الخيبري لعبها عند تاليسكا. تاليسكا مرت صديقي اتلعبت سريع عند عبد الرحمن غريب. يا لعيب يا لعيب يا عبد الرحمن يا غريب. لكنها خبطت في المدافع وغتافو. جوستافو من الجانب الايسر لعرضيه عاليه عاليه. الباس طلع نزلت لتاني. هيرجع لجوستافو. رجع عند لويس جوستافو عرضيه رونالدو براسه ولكن في النهايه سهله اللي يمسك الكرة بكل سن. كونان كونان يلف العرضية جوه المنطقة. رونالدو استلم هيا يضغط الخيبري إلى مران. مران بينية حلوة لغريب. غريب يا راجل يا راجل عندك زاويتين يا راجل. لكن وحش ديفيز إيباسي إلى ركنيه يا راجل. فرص رائعة من النصر وألفارو جونزاليز. لغستان كونان كونان من الجانب الايسر يمر. يا لعيب يا لعيب يا لعيب اللي كانت رجعت. شوف عبد الرحمن غريب. شوف هنا الكورة هنا بقى. بص بص الباكورد وصر لك ان بص الكورة جوه المنطقة. غريب غريب لعرضية من غريب لتاليسكا. يا لعيب يا لعيب لكنها بمحاذاة القائم الايمن. غريب غريب يمرر الكرة غريب لكن خبطت في سعد بجير. خدها غريب وهنا بقى الدفعة. ومرة تانية فرناندو رابايني يحتسب خطأ لمصلحة نادي النصر. قالوا حل ما شاريبوف على الطرف لكن آدم يا ولد عدى عبد الفتاح. عدى عبد الفتاح لكايسي لكن المرة دي يضغط دفاع أبا كويس. أرضية من غيست الكرة لغريب غريب جوه المنطقة. عدد ديفيز إيباسي وقفها حلو قوي. عبد الرحمن غريب يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد لكن يطلع العمري. ترجع إلى زكريا سامي بينية حلوة يا لعيب ولكن نواف العقيدي. والمرة دي غيست الكرة لسه الخطوة.
امسك عدى لو عدى لو عدى لو عدى لو عدى لعب بينيه حلوه لسعد بقير ولكن غيستن كونان والكره غريب يلعب كره طويله عاليه تاليسكا استلم تاليسكا تاليسكا مربع عرضيه لكن افلين المرمى لعيبه ابها افلين المرمى لعيبه ابها مش عايزه تخش للنص لكن ايفايلا غيستن كونان بدأت تبان المساحات في دفاع أبها ورونالدو إلى الحسن مرة ثانية من جديد علي الحسن هرب 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 علي صادق الحسن لعب ربايدي بدأ دلوقتي بيحاول نادي أبها أنه يضيق الخناق بل يصل لهدف ثاني يصل لهدف ثاني يا راجل يا راجل يا راجل يا عبد الفتاح يا آدم اتلعبت له حلوة من سعد بقير إلى تاليسكا تاليسكا لعب الكرة لرونالدو رونالدو وسع رونالدو على يسار الحارس نزلت الكره مره ثانيه وصلت الى مران لرونالدو غير في تغييرين قادمين وبينيه حلوه لعبد الفتاح ادم ادم والعديدي نور التسديده مرت لخارج الملعب مران يلعب عرضيه عاليه مران عدت من قدام رونالدو وفي الجانب الايسر الى غسلان عرضيه من غسلان لكن عطوش يطلع نزل في غسلان استلم قدامه مساحه قدامه مساحه غريب وسع غريب وسع غريب وسع لعب الكوره عايز يمرر عند تاليسكا لكن تتقطع الى مرتده ولكن يظبط حائط الصد بتاعه في ارضيه الملعب من مسافه بعيده رونالدو يسدد رونالدو شاريبوف جلال الدين مشاريبوف يا ولد يا ولد على المراوغة لعرضية عالية لمصلحة نادي أبها مرور من نواف الصعدي عدى نواف الصعدي شوط نواف الإله مع الكورة عبد الإله عبد الإله عبد الإله عبد الإله سقط عبد الإله وزكريا سامي بالإنذار الثاني طرد زكريا سامي رونالدو استلم رونالدو رونالدو يحط الكرة حلوة إلى مشاريب الكرة إلى رونالدو 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 بيلعبها قصيرة لسلطان الغنام الغنام عرضية لسه الكرة جوه المنطقة مران نزلت محاولة لسه الخطورة كرة عالية للنص بيحتسب ركلة جزاء للنص وإيباسي إيباسي وتاليسكا وإيباسي تاليسكا نواف 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 بوشل عد 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 نواف دخل جوه المنطقه نواف نور النصر الان طبعا مش هيستريح الا لو النصر وسع الفارق او الحكم اطلق صافره النهايه وسعد بقير بياخد انذار الملعب الى ماتيتش ماتيتش يمرر الكوره محاوله تسديده من عطوشي ولكن هنا يصفر حكم المباراه خطا ضربه حره لمصلحه نادي ابها واقف على التنفيذ سعد بقير سعد بقير يا ولد يا سعد ولكن نواف العجيدي حلوه من سعد بقير ولا صافول تاخره الى